انا كنتمنى الناس يعاونوني في بنتي، انا ما عرفتها باش ماتت وما عرفتهاش فين. انا مشيت باش يوري والي، ما بغاش يوري والي. انا بغيت نشوف غير، بقى لي غصب ما حد غنعرف بنتي، ولكن ما خلونيش نشوفها. كنتمنى الناس يعاونوني نلقى بنتي، الا كانت حيه نعرفها، الا كانت ماتت بغيت ندفنها. السيده ما نواش تخرج وما ترجعش، تنقولها ونعاود نقولها ونعاود نقولها، السيده ما نواش تخرج وترجع ما ترجعش. انا شفت الحوت وزيولها، حتى انا كشي اللي لابسه اني شاريه لها. قالوا لي مضروق، انا مضروق في الطولوط. جابوها البولي، جابوها الجندارم مضروبه في الدخل ديال الطولوط. قال لك السيده، هادشي اللي قالوا لي انا بغيت نعرف انا شنو كاين. تتبع خدمة تخرج لما تدفنها. قلت تعالى ودي بتحقيق نتبعو، ماشي مشكل. انا غادي نتصطب، غادي نعمل على بنتي ولي والية. الا ماتت بغيت نعرفها، ولا حية بغيت تبان. انا كل واحد كيقول لك فين ضربات، كل واحد كيقول لي فين طاحت. وبغيتني باش ندي عند خالة، كان مريض الصيف اللي مشات عندي بنتي، ماتت عندي. غير كنضحك من بها حتى حاجة، أنا بغيت نعرف بنتي كيفاش وقع ليها. فين مشات؟ فين قالت لك؟ بغيت نمشي عند خالة، أنا بغيت نديها. فين البلاصة؟ بحال عساني. دات معي بغيت نديها عند خالة، عند عيان شوية مريض، وشحال ديما شافتو، وبنتي ما جات معايا على البح الحد. شحال مشات؟ سيمانة باشات، سيمانة باشات عندي. شنو معاها؟ اثنين. مع ستوكيت؟ ما عقلتش اخويا مع الجاز، جات عندي اثنين، وجات عندي عند الماء اللي خدامه عندها، وعندها سوت سبقاتني انا للدار. جات عندك؟ وجات معاها، كانوا عندي اخواتي جاو من السلوح وجات شافتهم. ومشات، قالت لي السيمانه الاخرى، قالت لك غادي نجي عندك باش نمشي مع عند خالك. انا من تما ما رديتش حتى سيمانه، دابا سيمانه. النهار الاربعاء كاينه في دارها، كاع الجيران شافوها. وما عرفتش اخويا كيوقع لبنتي، ما عرفتش كيفاش وقع. انا ما عارفش كيفاش وقع لها، دابا ما عارفش بنتي كيفاش وقع عليها. هي ساكنه في ليزات فاش جابت المحمديه، جاتني خبر من البلاد، ما جاتنيش من خبر، من جاتني من البلاد من عند اختي. قالوا لي راه بنتك ماتت، راه رشيد عيط لينا، راجلها عيط لينا، راه قال لنا الدريه ماتت. علاش اللي ما عرفش ليا انا؟ ديك الساعه بقى فيا الحال، وما قدرش يقولها لي، قال لك حنت راجلي مريض بوا مريض، ما عرفتش حتى فين نمشي. فين مشيت؟ مشيت للمدينة، تلاقيت مع عدو سبا شي وريني فين. أنا حتى مو كيعيط لقوا تليفوني طافي. عاد ملي وصلتهم قالوا لك راه في المحمدية. أنا وياهم شدينا الطويس مشينا تما. ورجع كيقول لك شافها، وأنا علاش اللي ما خلونيش نشوفها؟ شافها وتعرفي عليها؟ قال لك شافها وتعرفي عليها، وأنا ما وروهاش ليا. ما خلونيش نشوفها. صرحت لهم قلت لهم كل شيء، وديت لاكارت الرجل دي لاكارت ديالي، وأنا ديت الحالة المدنية. بحال اليوم راه باقي حية، مع ثلاثة كاع الناس شافوها، مقدية كاع الجيران شافوها. لا هي فين ساكنة؟ في اللي ساسفة. كنطلب الناس يعاونوني على متين نلقاها ولا ندفنها. ما بغاش يولي والي باش نعرف بنتي باش ماتت. هي اللي بغيت نعرف، أنا بغيت بنتي عاشت السبب. إن بنتي دابا ماتت، إن العبرة لوحدة أخرى. العبرة لوحدة أخرى. وما بنتي راه مشات ولات كفتها، بغيت نعرف بنتي واش هي ولا ماشي هي. يقول لي كل نهار يقول لي غادي تحيي لها، اللي بغات تحيي لها غدا. انتوما كتشوفوا في حالتي، انا ما بحاليش راجلي مريض. بخاماتي سنة 31 عام خدمة صدور، وكما راكي بعد مرة كوم على حساب خدمتي تن شلي قسم الله تنجيبو صافي. أنا قصدي مرتي خا زوينة، ماشي نقول شي حاجة، تنبغي عاوز تبغيني، وخدت لنا مسألة حب، ما عمرنا ما شفنا شي حاجة خايبة بيني وبينها. خويا نهار لي ربع عيطت عليا، قالت لي فينك؟ قلت لها في المدينة. قالت لي ودي جيب معاك، كنت غادي تجيب معاك 5 درهم للدجاج، راه كنحشو الدجاج في الثلاجة غنطيبو ونديرو الفريت. قلت لها صافي، راني تركن هاد البرد. قال لي ما كذبتي في حالك. جيت مع الكل،
ربعات في الدار، جبت جاد نصبر العشاء، كل خمسة طابل الطاجين وخاصة تتقلع. قالت لي عطيني 20 درهم غنخرج القصرية ورجع، ما غنديش معايا الساروت، انت كاين هنا باش نجي نقلي بطاطا. قام مني السيدة عطيتها 20 درهم، بغيت رجعت انا عيطت لقيت التليفون طافي، مقدرتش نعيط لوالدي راه ما خفت با في السكون، مقدرتش نعيط ولا صباح مت. مشيت سولت السبيطارات قلت لهم مثلا ما تروح ما تعطيني الخبار. هو تاني الطاكسي ديال المحطة تنسمع كسيدة مكسيدة، اه تجي للمحطة المحمدية تسمع كسيدة مكسيدة في الطرق، ما عرفتش تنسول كيفاش كتبت تحديت كلشي. ها الطاكسي ديال المحطة ديال الولاد زياد تنسول مربعنا قال لك اودي تسمع شي كسيدة في الطرق، ما عرفتش انا تصبيت هكا ما عرفتش كاع تنسولني قال لك في 900 كيف 900 اللي يقول لي ودي حتى السبيطار الكبير المحمدية. مشيت تم سول داك السيد واحد السيدة عندكم شي كسيدة هنا؟ قالوا واحد ولا واحد السيدة تودي لها مشية. قال لي طلع قلب على الفوق، قلب جيت الراديو ما لقيتش، رجعت عندك تودا ما كاين حتى حد. ويقول لي يمكن خرجت خرجت في الليل. قال لي كتاب الليل ما عندناش حنا في الإدارة. مشيت الإدارة نسول نسول يقول لي اودي عندنا واحد السيد. وقال لي السيد ما كانش السيد عندنا ميت. قلت له ودي الله يعلم المرأة هو عاود يقرا ورا قال لي السيدة واش تعرفها؟ قلت له ولا لا علاش تنعرفها. ومني باغي هذاك السيد اللي بغا يديني لامور عيط عليك عيط عليك المدير قال لي ياسي بحال قولوا ما عرفت هو شايف داك السيد كيفاش داير ما بغاش ما بغاش يدخلني كاع. قلت كانت لابسه كتب ديجا كانت لابسه صابو وجلابه حمراء. دخل هو قال قدام ما بانش لي جلابه اللي بان لي بحال واحد زيف قهوي ما قهوي. قلت له ندخل نشوف. قال لي ما كاينش تدخل لا يمكن نشوف مثلا نطمئن باش مابقاش انا شاكو. دخلت بان انا عرفت مرتي بحوايج الداخل شفت سهامات والسروال القهوي اللي كانت لابسه تعرف الحوايج تعرف الحوايج عندها فلوس ديالها ما بينش لوجهها. انا ما قدرتش نعيط لما حتى با مسكين مريض في السكر حتى هي غريبه شويه ما قدرتش نعيط لما وعيط لخالتي هي غريبه حتى خالتها هي اللي وقفت هنا في الزواج وقفت هنا في كل شيء. عيط خالتها قلت لها تنقول لك باش نطق تصدمت هذيك الحاله شتا لا يرتا لها تصدمت تو تنقول لك واحد السر راه ابتسام ماتت. قلت لي كيفاش؟ قلت لها ابتسام وقع ما بقى. قلت لها ما لقيتش كيفاش تقول لخالتك تقول لخالتك انا ما قدرتش نقولها لها. عيطت لامي حيت من العيد كبير ما شفت امي لا تا واحد باش عيطت لها. عيطت لها بواحد المصيبه نيت فيها وكنت مدير لكن وكي ما كل ما تقاوش بيها حتى انا ما صدقت راسي. اه نرجع على الحوايج الحوايج ما تيبانش اه اش نقول لك مطحونه. قال لي ودي مضروب انا مضروب في الطولوط جابوها البولي جابوها الجندارم مضروبه في التخاذ الطولوط. قال لك سيده قلت لي قالوا لي انا بغيت نعرف انا شنو كاين انا شفت الحوايج الحوايج ديالها حتى انا كشي اللي لعبتها اني شاريه لها ومني مشينا عند الدار الملكي وراوني الصابو وراوني الصابو الصابو الله خدتو لي 15 جديد قلت لك الصابو ديالها امها دخلوها دخلوها البيت تما ديالهم وراوها الصابو وكمام الجلابة وجاو اوروا الزيف ما عرفت الحوايج. قالوا لي هادشي طبقوا عليا الجندار علاش ما ديك راجل قلت لهم ودي تقول 48 ساعة انا شنو قلبت وبحثت عاوتاني يمكن يخلع والي ليها واش بنت توضعتي نفسي نقول زعما تقدر تمشي مثلا عند دارهم يعني صح باش ما تباتش قلت لهم نهار خديتها ما عمرها مش بتمشي بلاصه ومده قليل نقول شي عامين وباش نعرفها تبع خاطر ما تصورش تخرج لما تدفنها دوك تعالوا تحقيق نتبعو ماشي مشكل بغيت تحقيق نتبعو ولك تعملين تخرج لما تدفنها ندير لك شي غصب الله عند ما وفي دارنا تبغى تحقيق ماشي موت انا بغيت نعبها مرتي باش مات. ولكن السيده ماشي ناويه شوف السيده السيده ما ناويهاش تخرج وما ترجعش. كنت نقولها ونعاود نقولها ونعاود نقولها السيده ما ناويهاش تخرج وما ترجعش حنتاش. قالت لي يا ودي انا غنمشي نمشي للقيصاري ونرجع نقلي بطاطا القيصاري على الفيزاس بعيدات عاد اي مره تخرج مع شتي القيصاريه هذا العيل معروف نضرب القيصاريه. لا ما قدرتش نقول لكم ما عرفت واحد عائلتها انا بعدا انا
الله اعلم. انا سحبتها مشيت عندها ما صرت الليل لقيت عليها خرجني من الناس قلت له مشيت سيسم قلت له مشيت من الحد مرت ولدي عاد ديال الحج قلت له غادي نشوفك قلت لك الشق لا ما كانش انا جايه عاد لينا الاثنين وعاد لينا التاس مع 11 و14 عند بنتي عندها كثير مكالمه عيطت انا نهار الاربعاء مع ديك التمية قلت بنتي حيت لها الله يرضيك الدبره كتكذب عليا كنقول لها الضب حتى كتكذب عليا ما جبناش خبر حتى عيط لي ولدي عيط البلاد هي الاولى عيط خالتها هي الاولى وقال لي امي مرتي ماتت انت شكون مرتك شكون ابتسام شكون ابتسام تي اشنو قال لي امي كانت عندي قال لي مع 500 ريال مشات لساسه غتشري شي حاجه ملي جات ما بقاش رجعت خرج هو كيقلب قال هو كيقلب في اللي كلشي احنا الصباح جاتنا الخبر مشينا لمحمد قلنا له قال لك ما غاديش نوريوها لكم ما عندكم ما تشوفوا فيها راجلها قال لك شافها بالمايو ديالها والسوتيامات والسروال انا كنطالب مرت ولدي كيفاش كانت لساسه ورجعت لمحمدي هادشي اللي بغيت نعرف انا راه مرت تعقل عندي الطونسي وعندي العرق بغيت نعرف علاش مشات من لساسه حتى لمحمدي اشنو داها بغيت نعرف شكون اللي داها بغيت نعرف اشي انا كنطالب مرت ولدي واخا معتقا عام الدنت كنطالب مرت ولدي شكون اللي داها لمحمديه دابا هاد الدريه من العيد انا ما شفتها جمعت ليها رقاشه ديال التكاتيب حتى الكاغيط ما حضرتش شي حتى ما كاين باس بغاها ولدي الله يعاونو حتى التكاتيب ما حضرتش شي عيطت لينا قلت لها انا مريض انا كنمشي لها بالعرق كنت مريض قالت لي غادي نشوفك خالتي راه بنتي عاد تجي ديال المكالمه وشافوه جات رميه حنا كنطلبوا بها الشيء بغينا اللي وقفوا معنا وسيدنا يدفنونا الدري ما نبقاوش حنا منشورين اليوم 8 ايام ما عرفنا واش هي ولا ماشي هي عطونا واحد التريح نعرفوا الدريه ندير لنا التحاليل الوالده فاش غنبقاو حنا جالسين هنايا هاد الناس راه ما فحالهمش راجلاتها وما فحالوش انا كنبيع كل السطويسات رجلها ما فحالش عنده سودور ما عنده لا حمزه ولا عكا تعيط لي تيتو اللي كيعيط هادشي تو ديني رجلها مصدوم ما عرفتش غيموت ولدي موراه ولا اش غيدير